سيد فين يا فرح؟ مش موجود. أستاذ يوسف تعالى بسرعة، مرات الحاج سيد هنا بسرعة عشان دخلت مكتب الحاج. كده في درج المكتب ولا في دوسيه من دول اللي انت عماله تقلبي فيهم يمكن تلاقيه. انا بس بدور على اي دليل يعرفني مكانه فين. طب ما تكلميه عن محمود. كلمته وما بيردش عليا من امبارح. يا اخي ده انا حتى ما عارفه هو ميت ولا عايش. لا لا عايش عايش، ده لسه مكلمني الصبح. مكلمك وقال لك ايه؟ لا 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 لا، نزلي ايدك الجاكيت كده. ايه؟ يقول لي ايه يعني؟ مكالمه عاديه بيسالني على حاجات في الشغل. وقال لك هو فين بقى؟ تصدقي انت لو شغلتي مخك حبه صغننين كده تعرفي ان انت في خطر جامد يا دلال. خطر؟ خطر ايه يا يوسف؟ ومن مين؟ معقول يا دلال؟ ده انا فاهم ان انت انصح من كده يا حبيبتي. انا فاهم انك انصح من كده. عايز انا اقول لك خطر من مين؟ طب تصدقي زعلت، والله العظيم زعلت.